اقسم بالله همسح بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا انت لو كان معاكي راجل كان عارف يلفك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دبع في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم، ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر؟ اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي؟ طب تعالى لي بقى انا عرفي. يعني قبل كده؟ انت يا ساتر يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ عامل له ايه بقى؟ حظه كده، وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد، وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت، كنت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان الواحد يبت فيه. شهر؟ يا طيب معلش، انا حبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبة بقى لموضوع الأولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، وإحنا برضو هنفضل أصدقاء بغض النظر عن أي حاجة. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي، ما تتكسفش مني. بالعكس. طب أنت عارف حازم ابني قال لي إيه؟ والدموع بتغرغر في عيني. قال لي يا بابا أنا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما أعرف سلمى. للدرجة دي؟ طبعًا. طب تعرف إحنا لولا بندور للولد حازم على بنا محدقة كده، وطبعًا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجة كده تليق بمقام عروستنا، كنا جوزناهم بكرة. لزوم إيه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما إحنا بيوتنا واسعة. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعًا. أصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وبيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك، مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ دور الفؤادي كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. ركز معايا شويه. جرى يا عم جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك. يا حازم يا حازم، فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباه اطلب منك طلب قد كده هو تخلى بيه؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه انا مسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخدوا الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي. البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضه تنفع في وقت زنقه. لولا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبقله وشه خليه ما ينفعش. تعال مريض يا جدع، تعال له واجب والله.
بس انا رايي يا جماعه كده ادوله فرصه. جايز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في شبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالعه من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، احنا فهمه غلطه ولو ما فهمش منكوح في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلطه خلاص، وعلى راي المثل هزها احسن من غزها. هو الحمام زحمه قوي كده ولا ايه؟